حضرتك قلت بأنه طالبان ضربت الاتفاق عرض الحائط. سؤالي أهم أيضا يردده الكثيرون، هل طالبان ضربت الاتفاق أم أن هناك اتفاق آخر تحت الطاولة؟ يبدو أنه لأنه إذا ضربت طالبان اتفاق، ما الذي جعل أمريكا يعني تشاهد هذا الانهيار وتسكت وحتى تسحب، ما تلحق تسحب موظفيها؟ حرقت خلال يعني 48 ساعة الأخيرة، حرقت الوثائق وحرقت كل شيء، وبطريقة الهزيمة يعني من يصف الأمور بالهزيمة فهذا وصف محق تماما، لأنه بالتالي أنت يعني آلاف المتعاقدين مع القوات الأمريكية مع المنظومات الأخرى الحاكمة، سلطة ضاعت يعني، دولة راحت في لمح البصر، وإذا في ساعات العاصمة تسقط والرئيس يهرب وكل ذلك في باب التأويل أنه فعلا هناك اتفاق ما بين أمريكا وطالبان على استراتيجية أخرى جديدة ستنهض بها طالبان، حركة طالبان في المستقبل.